التحرك نتاع اليوم هو للمطالبة بالإسراع بتمرير المبادرة التشريعية المتعلقة بتشغيل المعطلين عن العمل، تشغيل من طالت بثلاثهم 10 سنوات فما فوق، وفتح باب النقاش مع مختلف معناها التنسيقيات الأخرى على غرار معناها تشغيل فرد من كل عائلة، وكذلك معناها تشغيل شخص من عنده عائلة معزة، وكذلك معناها عملية الانتداب الآلي والمباشر لمن طالت بطلتهم. هذه فحوى المبادرة المقدمة في مجلس نواب الشعب، معروضة حاليا على لجنة الشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب. نحن نطالب بالتسريع بعرضها على الجلسة العامة من أجل معناها المصادقة عليها. شعب يعاني في الأرياف، يا حكومة الانتفاخ، شعب يعاني في الأرياف، يا حكومة الانتفاخ. المطالب الأخرى تتمثل في اتخاذ قرار بإيقاف معناها بإيقاف العمل بتجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية، وقرار منحة للمعطلين عن العمل، بالإضافة إلى التنديد بسلسلة الملاحقات والاعتداءات التي تطال مناضلي الحراك الاجتماعي.